السلام عليكم، انتم الان مباشره من محل اواني البركه. دائما الجديد كيف ما عودناكم، والتخفيضات اللي كتوصل عندنا حتى الناقص 50%. اليوم كذلك جبنا لكم سلعه واعره، سلعه طوندونس، كذلك الاثمنه اللي دائما مناسبه وباقل ثمن في السوق. بالنسبه للناس اللي دابا اللي وصلونا على السلعه كلها، تقريبا كاينين شي ناس اللي وصلونا على شي سلعه راه قدرنا نوفرها لكم، كذلك جبنا لكم كل ما هو جديد. غادي نسيلو ان شاء الله اللايف يطلع ونبداو ديك الساعه بالاثمنه والحويجات اللي جاو، كذلك بالنسبه للسلعه اللي متواجده واللي غادي تجي ان شاء الله. مرحبا باول ملتحقين، الناس اللي حضروا معنا دابا اولا اللي دخلوا اللايف، كلشي بارطاجي معنا اللايف، كلشي يعطينا قليب باش ان شاء الله دغيا ندوزو لي زارتيكل وكذلك الاثمنه. بالنسبه للبريردات كذلك راه جاو بريردات، الناس اللي كانوا موصلنا على البراد البلدي في المويان كذلك في الصغير ديالو، راه كلشي جا هذه النوبه هذه، يعني كاين ما يدار اللهم بارك. كذلك الاثمنه تا هما راه مناسبه بالنسبه للجميع، كذلك بالنسبه لاكاليتي راه تا هي كاليتي واعره، وكذلك بالكارونتي كنعطيو البريردات. يعني حاليا دابا راه متواجد الذهبي، متواجد الكري، متواجد الكري بالذهبي، كذلك متواجد الذهبي بالكري، كاع لي كولور راه متواجدين. بالنسبه للمكانات صراحه الله الناس اللي قدامين معنا او اللي كيتفرجوا في اللايفات ديالنا مش حال هذا راه يعقلوا على هاد المكانات الكبار، كنا جبناهم كذلك نالوا اقبال كبير وكانوا تقطعوا في السوق، حاليا راه عاود جبناهم. بالنسبه للصغار تا هما راه متواجدين في 10 ديال الزواقات، كذلك فيهم ثمن مزيان. بالنسبه للي فاس تا هما راه متواجدين حاليا معنا، فيهم ثمن جد مناسب. يلا كلشي بارطاجي معنا اللايف، هاد 40 دابا اللي حاضره معنا كلشي بارطاجي اللايف باش ندوزو دغيا دغيا ان شاء الله الاثمنه والسلعه اللي متواجده. نحاولوا نقراو لكم كومونتير قبل ما نبداو. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام كوش ام يحيى، وعليكم السلام بالتوفيق، مرحبا الله يسخر اميراتي امل، وعليكم السلام فاتي رزيقه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي حمزه، الله يبارك فيك اختي، بالتوفيق للجميع، حسنا حسنا، شكرا لكم بزاف، تبارك الله عليك اخويا، فعلا كاين الجديد جمانة البشري، شكرا اختي، الله يعطيك الصحه لله اعلنت الرجوع. الله اكبر ما شاء الله تبارك الرحمن، شكرا لكم بزاف صراحه الله، شكرا لهاد الناس كاملين اللي حضروا معنا كي كنطلقوا اللايف، شكرا لكم بزاف. ياسين من واش الله يبارك فيك، نعم الكرومي السلام عليكم، مناح ابتسام شكرا لكم بزاف. حاليا نعاودو نذكركم بقانون المسابقه واللي كنكونوا دائما في كل لايف، وهو حاليا قبل ما نوصلوا ل 100 كيكون دائما معنا فائز واحد، كنفوتوا ال 100 كيوليو جوج الفائزين، كنفوتوا كذلك ال 200 تيوليو ثلاثه، كنفوتوا 300 تيوليو اربعه، داكشي كامل تيبقى على حساب انتوما شنقول لكم التعاون ديالكم بالبارطاج وبالجيم هو اللي كيخلي باش كيدخل اكبر عدد ممكن ديال الناس، كذلك باش كنزيدوا فرص اخرين للفوز، واللي القيمه ديالها اللي كيربح معنا كيفوز بقسيمه شراء ديال 100 درهم صالحه يشري بها اللي بغى، كذلك حتى اذا ما كانش غادي يكون في مكناس او ما كانت لاضت فيها ما كتنتهيش، يعني مدى الحياه كتبقى عندك ديك القسيمه، يعني مرحبا بكم. هادشي فقط باش تشارك معنا، يكفي انك تبارطاجي اللايف، دير جيم وكذلك تكومونتي، وفي الاخير ديال اللايف كنعزلو كومونتير في يد الله هكاك زهر بارازار، واللي جات فيه راه كيربح معنا قسيمه شراء ديال 100 درهم. نبداو حاليا دابا 89 واحد حاضر معنا في اللايف، تبارك الله 94، يعني غادي نوصلوا ان شاء الله ل 100، حنا وصلنا ل 100 وعاد نبداو اول حاجه باول ارتيكل واللي هو لي فاز. صراحه الله اللي جاو دابا في لي كولور واعرين، فيهم الموف، كاين كذلك هذا البيستاش هذا، كاين كذلك هذا الذهبي، فيه هذا الاحمر وكذلك النوار. بالنسبه لهاد لي كولور كلهم، وبالنسبه للقياس راه القياس الكبير، هادو الثمن ديالهم 270 درهم اللي هي 5400 ريال. كاين كذلك غادي ندوزو من هاد الشيء، ندوزو الحوايج ديال تركيا وعاد نرجعو ان شاء الله للسلعه ديال فاس. كاين كذلك لي سيرفيات راهم مازال متواجدين ب 40 درهم، كاين كذلك هذا الموديل السيرفيات بالغطايات الثمن ديالو 60 درهم راه مازال متواجد، بلاطو الطويل الثمن ديالو 80 درهم فيه 4 ديال الزواقات، كاين الصغير ديالو 60 درهم تا هو فيه 3 الزواقات أو 4، كاين هذه الصينية على جوج اللي الثمن ديالها 170 درهم على جوج فيها جوج زواقات، هادو راه كبار ماشي صغار، يعني راه هي الصغيرة راه كتهز واحد 8 الكيسان وبريريد مويان، كاين كذلك هذا القياس هذا راه كيهز قول 10 الكيسان وبريريد تا هو نقول ما نقول ما بين مويان تا الكبير، الثمن قلنا ديالهم 170 درهم، السلة اللي فوقهم الثمن ديالها 1000 ريال، هادشي كله راه متواجد ابتداء من هاد الساعة اللي كنوريوكم فيها اللايف، كاين كذلك السلة على ثلاثة الثمن ديالها 120 درهم، بغيناكم الله يجازيكم بخير تعاونونا بشوية ديال البارطاج كذلك بشوية ديال لي كومونتير ولي جيم باش إن شاء الله اللايف يطلع ويوصل أكبر عدد ممكن ديال الناس باش كلشي يدخل ونعطيو فرص أخرى للفوز.
كاين كذلك هذا البلاطو على ثلاثه اللي كيجي على هذا الشكل، الثمن ديالو 4000 ريال بالنسبه اللي طايته هو راه كيتباع بالواحد. كاين كذلك غادي نجيو لهذا الموديل الثمن ديالو 45 درهم المربع، 45 درهم. كاين كذلك هذا الموديل اللي عاد جا طويول حتى هو، يا سلام لاحظوا معايا طويول زواون كذلك من الحجم ديالو، راه حجم اللي مويا يقدر بحال دابا هذا يهز 8 ديال الكيسان ملاصقين باش نعطيكم الفكره على العبار ديالو، كيهز واحد 8 الكيسان. هذا الثمن ديالو لاحظوا معايا جد مناسب اللي هو 40 درهم، 800 ريال بلاطو. يا سلام بالنسبه للحجم ديالو راه انتم راه كبر اكثر من شبر، اكثر من شبر يعني راه الحجم كبير. الثمن قلنا ديالو ما كيتعداش 40 درهم واللي هي 800 ريال. كاين كذلك المربع ديالو حتى هو 800 ريال بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم المربع. كاين كذلك الضاير في ذاك الموديل اللي وريتكم ديال 900 ريال، ان شاء الله المستطيل حتى هو راه غادي يجي. غادي نجيو لهاد لي بواط هادو حتى هما الصراحه الله، لابواط رويال خطيره، لاطاي الكبيره والثمن ديالها 1400 ريال، وكاينه لاطاي اللي صغر منها واللي كتسمى مويان الثمن ديالها 1000 ريال اللي هي 50 درهم. كاين كذلك الطويجنات على هاد الشكل الثمن ديالهم 1000 ريال 50 درهم كبير، والكبير ديالو الثمن ديالو 70 درهم. غادي ندوزو كامل ذلك لواحد الارتيكل اللي صراحه هاد الله جديد، يا سلام ارتيكل واعر وخطير بالنسبه لهاد لي ماكارو هادو الكبار، هادو طاي كبيره. لاحظوا معايا الزواقه اللي فيها ديال النخل، فيها جوج زواقات، هادي لاطاي الكبيره، لاحظوا معايا هادي راه لاطاي الكبيره. الثمن ديالها لاحظوا معايا جد مناسب واللي هو ماشي 60 درهم ماشي 70 درهم، غتستافدوا منهم فقط ب 70 درهم الجوج، يعني جوج ديال البياسات ب 70 درهم واللي هي 35 درهم الوحده، 35 درهم الوحده. لاحظوا الحجم ديالهم قداش، راه حجم كبير. بالنسبه حتى هو كذلك نعطيكم فكره على الحجم ديالها، نحاول نحطوا فوقها الكيسان حيت راه الصراحه هاد الله هادو كيجيو دابا في التمار فوق الوسط ديال الطبله وحيده اولا جوج، كتجي خطيره واعره. لاحظوا معايا الكويسات، العدد الكويسات اللي كتهز يعني راه حجم كبير. بالنسبه للعدد راه ما فيهمش شي عدد اللي كثير. بالنسبه للزواقات فيها جوج زواقات من هاد الكبيره، لاحظوا معايا جوج ربعه سته سبعه، يعني سبعه ديال الكويسات اللي تهزوا في هاد الكوب ماكارون، والثمن ديالها فقط 35 درهم. لاحظوا معايا 35 درهم، هادي راه ما كتصلحش الكويسات، وانا عطيتكم هي فكره باش تعرفوا الحجم ديالها. قلنا الزواقه رقم واحد واللي هي هادي الثمن ديالها 35 درهم، وكاينه الزواقه رقم جوج اللي هي هادي حتى هي كذلك الثمن ديالها 35 درهم. الفرق ما بيناتهم انه وحده عاليه ووحده حاضره شويه. عمر هز لي هادو باش نبين لها الفرق. حاليا 187 واحد حاضر معنا، ما بقالناش بزاف على 200، ونعطيو فرصه اخرى واللي غيوليو معنا ان شاء الله ثلاثه ديال الفائزين في هذا اللايف هذا. كذلك حنا ما بغيناش نحبسوا حتى ثلاثه الفائزين، بغينا مازال نعطيو اكبر عدد ممكن ديال الفائزين واللي يربحوا معنا ان شاء الله هذا الاسبوع. هادشي كامل قلت لكم بالفضل ديال الدعم ديالكم، كذلك بالبارطاج ديالكم هو اللي كيخلي واش يدخلوا الناس كثير يتفرجوا في اللايف او لا يتبقاو هنتوما، يعني شويه ديال البارطاج ان شاء الله وغادي نوصلوا لاكبر عدد بغينا. قلنا الثمن ديال هذه 35 درهم، والثمن ديال هذه كذلك 35 درهم. بالنسبه للدوره ديالها نفس الدوره من الفوق، نفس الدوره، الفرق اللي بيناتهم هو العلو، كاين اللي غيبغيها عاليه وكاين اللي غيبغيها حاضره. لاحظوا معايا بالنسبه للثمن ديالهم قلنا بجوج 35 درهم 35 درهم، يعني جوج ب 70 درهم. بالنسبه سيدي للناس اللي غادي يجيهم هذا الحجم هذا كبير، كاين سيدي حجم ما صغر منه واللي فيهم حتى هما جوج زواقات اللي خوت، وريني هادو حتى هما نفس الزواقه اللي وريتكم في الكبيره. هذه سيدي القياس ديالها عاوتاني صغيره شويه على هذيك، نديرها في قلبها حيت هذيك راه قيستها لهم بالكيسان. ها هي لاحظوا معايا، لاحظوا معايا هاد جوج دابا نفترض هاد جوج بياسات هادو الكبيره والصغيره، قلت ندي هاد الكبيره والصغيره، شحال باش يتقاموا عليا؟ 35 على 30 يعني شحال هي؟ 65 درهم، يعني هاد الارتيكل هذا دو بياس ب 65 درهم، وكاين كذلك الزواقه الثانيه اللي هي هادي حتى هي كتقام ب 65 درهم، تبارك الله هادشي هذا فيه ثمن جد مناسب، علاش اللي ما درتولهاش 80 ولا 90؟ سولد. مرحبا سيد. قلنا الزواقات اللي فيها جوج زواقات، العدد حتى هو راه متواجد حاليا، حاليا راه متواجد، وقت اخر راه ما نقدرش نقول لكم، يعني الواحد اللي عجبته شي حاجه يجي يسارع ويستافد باش ان شاء الله ما يوقعش الغلط. وكذلك بالنسبه للناس اللي غادي يجيو اثنين وثلاث ولا ربع، راه ما كنضمن لكمش بان السلعه غادي تبقى في 100%، يعني كنبغيوكم دائما تجيو في اقرب وقت باش تستافدوا. وكاين كذلك هذا الارتيكل الثاني السليله، حتى هي جايه في الموديل ديال ديال النخيلات، حاليا 325 واحد حاضر معنا في اللايف، يعني حنا وصلنا اربعه ديال الفائزين، لما لا ما نطمعوش في الخامس ان شاء الله واللي يكونوا معنا خمسه ديال الفائزين
هذا الاسبوع ولا غيفوزوا معنا بقسيمه شراء ديال 100 درهم. والقانون المسابقه راه ساهل وباين، البارطاج جيم وكذلك لي كومونتير باش كيتعزل في اخر لايف. كنعزلوا دابا حاليا 4 ديال لي كومونتير غنعزلوهم، حنا راه مضمونين. بغينا ان شاء الله نحاولوا ان شاء الله يوصلوا الخامس والست. قلنا هاد السليله هي كذلك جايه خطيره وواعره وانيقه. بالنسبه للخدمه، خدمه بريستيج وكاليتي زوينه، لاحظوا معايا فينيسيون واعره. الثمن ديالها 30 درهم، 30 درهم بالرجيلات، يعني جوج ب 60 درهم، جوج سليلات ب 60 درهم، دوز اسيدي، الله يجعل شي بركه. كاين كذلك الطواجنات الثمن ديالهم 120 درهم، بالنسبة للفراقة فيها دو موديل، كاين هذا الموديل اللي فيها هذا العنيق هذا وهذ الخديمة، الثمن ديالها 80 درهم، وكاين كذلك الموديل الآخر اللي كاين وهو هذا، الثمن ديالهم 60 درهم، راه مازالين متواجدين في كاع لي كولور. بالنسبة للطبيصلات لي اللور، الثمن ديالهم 50 درهم ثلاثة. غادي نحاولوا ندوزوا نوريكم السلعة اللي جات جديدة، ومن بعد إن شاء الله عاوتاني ندوزوا للسلعة اللي مازال كاينة والمتوفرة. كاين كذلك كوباد مسكوتة، الثمن ديالها 100 درهم، كاين كذلك هذا الموديل 100 درهم، كاين كذلك لاحظوا معايا هذا الموديل اللي صراحة الله غبر علينا مدة طويلة، شحال هذا عمر هو غابر علينا مدة. حاليا راه متواجد والثمن ديالها 100 درهم، واللي بلا رجيله الثمن ديالها 90 درهم. يعني كاين اللي غيبغيها بالرجيله وكاين اللي غيبغيها بلا رجيله، الثمن قلنا بيناتهم 10 درهم، 90 درهم على 100 درهم. يعني مازال كاينين كذلك هاد الموديلات 80 درهم، كاين كذلك هاد ديال الفران، الصراحه مابقى فيهم عدد قليل، الثمن ديالهم 3000 ريال، الكبير حتى هو كذلك 3000 ريال، والصغير 100 درهم. حاليا راه معنا 400 واحد حاضر معنا في اللايف، يعني راه حنا وصلنا للعدد ديال خمسه ديال الفائزين، حنا راه ضمننا دابا حاليا خمسه الفائزين، ونبغيو ان شاء الله ما حد دائما اللايف ديالنا مطلق، وحنايا طامعين في اكبر عدد ممكن نوصلوا له للناس. غادي ندوزوا كذلك لهاد لي بريزونطوار على ثلاثه، الثمن ديالهم 170 درهم. بالنسبه للزواقات راه مازالين متواجدين كلهم. لا عجباتو شي زواقه وكذلك الناس ديال التوصيل، راه هذا الشيء هذا متاح لكم كذلك. بالنسبه شنو الفرق ما بينكم ما بين واحد ساكن في مكناس او لا واحد ساكن خارج مكناس، وهو التوصيل اللي كيكون هو داير 50 درهم، كان 55 غنبقاو نقصوكم دابا 5 درهم في التوصيل، الثمن ديالو 50 درهم. وبالنسبه للثمن ديال التوصيل راه ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه، التوصيل راه الشركه ديال بوحده اللي كتخلص فيه 55 درهم، هذيك 5 درهم اللي كتكون زايده حنا كنقصوها من المجموع ديال السلعه ديالنا باش كتجيك 1000 ريال، كذلك تتوصلك حتى للدار السلعه، ما كتخلص ما كتخرج للبنك تفيرسينا، ما كتصيفطنا في كاش بلوس، حتى كتوصل بامانتك وتشوفها عاد كتخلصهم في المجموع، زائد 50 درهم ديال التوصيل. كاين كذلك هاد لي كوب الثمن ديالهم 120 درهم، كاين كذلك القفز الكبير 120 درهم والصغير 60 درهم، هاد السليله هادي الثمن ديالها 80 درهم والكبيره دايره ب 100 درهم. حاليا وكاين كذلك هذا الموديل ديال السله اللي وريتكم الثمن ديالها سولد خطير 50 درهم. غندوزو كذلك بالزربه للكويسات اللي متواجدين، اول موديل واللي هو هذا الثمن ديالو 60 درهم، كاين كذلك الثمن ديال هذا الذهبي 60 درهم، الريشه كذلك 60 درهم الكري، بالنسبه لهذا الموديل 60 درهم حتى هو متواجد عندنا، الريشه 60 درهم، مازال كاين السلعه اللهم بارك، مازال الواحد ما يخرجش دابا من اللايف حتى يشوف كاع الهموز، وان شاء الله ديك الساعه يمشي يقضي غويرضات ديالو. حنا بغيناكم كلكم تحضروا لهذا اللايف هذا باش تشوفوا الهموز اللي كاينين وكذلك السلعه اللي متواجده لكم. الثمن 60 درهم، مازال خير الله السلعه البلاستيك على برا اللي غادي تعجبكم، واللي راه صراحه الله اللي كتمشى دابا حاليا الناس عليها الطلب. الثمن 60 درهم كذلك الكاس، لاحظوا معايا كلهم هادو 60 درهم، كلهم كويسات موديلات جداد موديلات خطيرين. بالنسبه للكري حتى هو متواجد 60 60 60 كذلك 60، الموديل اللي كاين في الذهبي راه كاين في الكري 60، 446 واحد اللي ما نكملوش 500، لي جيم ما عطيناش عمر لي جيم، شحال من جيم واصلين دابا؟ 59 جيم، لا 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 447 واحد حاضر معنا في اللايف و 59 جيم اللي كاينه في اللايف، راه ماشي هي الثلث، راه هادشي هذا واقيلا راه 20% اللي ها يلا يلا كلشي 452 ديروا كلشي كليكي على جيم، واللي فايت كليك على جامي عاود يعطينا وحده اخرى. عندك اسيدي مبخره ديال الضوء وشحال الثمن؟ خديجه ادريسي مبخره ديال الضوء ما بقيناش كنخدموا بها اختي، فيها كتخسر وكنتحاشموا مع الناس يعني حيدناها، كنخدموا بالمباخر ديال فاس صراحه الله ما كتصادف لا مشكل لا والو، يعني حنا كذلك كنبيعوها مرتاحين. بالنسبه لدابا حاليا قبل ما ندوزو عاود لي زارتيكل، راه خصكم دابا نيت اللي مازال ما عطاناش جيم وقليل بيعطينا جيم، عاد ندوزو لي زارتيكل يلا كلشي كلشي قليب. كاين كذلك واحد زارتيكل اللي الناس مصينا عليه والوقيته ديالو هادي والعيد كبير ان شاء الله بمناسبه عيد الاضحى، جبنا لكم احسن صينيه ذهبيه كومبلي فيها الكري نحاس وكارونتي والثمن لا يصدق، كاين القياس 45 وكاين القياس 60،
غادي نوفروا لكم القياس 60 بثمن القياس 45 عند الجامع. يعني الا مشيتي في محل واحد اخر شحال تشري عمر؟ 900 درهم. 900 راه باين معروف وثمنها. هذه السيدي ديال 45 اللي كتباع ب 900 درهم من جميع الحوان اللي كيديروا الصولد، حنا غنوفروها للجميع ب 800 درهم. واللي كانت واللي كتباع ب 1100 1200 غنوفروها للناس ب 900 درهم. يعني الكبيره بثمن الصغيره. حط لي فوق اخويا شي بريريد باش نعرفوا القياس ديال هاد مولات 800 درهم. دير لي هاد القياس هاد البريريد دابا اللي لي طوندونس. حطنا يا سيدي، حط ليها انت. هذا القياس ديال 45 نفس الزواقه ضروري. القلب ديالها بلدي، كذلك البراد بلدي. حاليا 520 واحد اولا 510 الناس اللي واقف اللي حاضرين معنا. يلا شويه ديال البارطاج، يعني راه 6 الفائزين. وكذلك لي جيم، نعاودو نذكركم لي جيم لي جيم لي جيم اللي مازال ما عطاناش قليب اولا جيم يعطينا قليب. وكذلك باش نعاودو نوريكم السلعه. هذه يا سيدي بغيناك تحيد لها كاع السلوفه. الناس راه عجباتهم، قال لك واعره وما شاء الله كل شيء غزال. حنا نحاولوا دائما دابا نوريوكم الصينيه بلا سلوفان باش كتعطي نظره واعره، وكذلك باش تبان لكم هي والبراد. يلا الناس اللي حاضرين معنا في اللايف، الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا بلا جيم وبالبارطاج، كذلك بلا كومونتير، باش حنا دائما كنحاولوا دائما نعطيو الماكسيموم ديالنا. كيف ما قلنا لكم في اللايفات اللي دازوا، قلنا لكم راه بفضل لي جيم ديالكم والبارطاج ديالكم ان شاء الله من دابا الفوق راه كاع السلعه اللي متواجده في السوق اولا اللي طوندونس راه غنحاولوا نجيبوها لكم باقل ثمن واحسن ثمن. لذا شويه ديال المعاونه، كذلك شويه ديال البارطاج ولي جيم، هذا الشيء اللي كنطلبوا منكم فقط. لاحظوا معايا الصينيه فاش تحيد لها السلوفان كي ولات. يا سلام عمر، تحيد البراد السلوفان باش تبان لي الشوفه حقيقيه، باش كذلك الناس توصلوا بصوره حقيقيه. قبل ما ندوزوا هذه غادي نحاول نعطيهم فكره على البراد. صوب لي اخويا انت هذيك الحقيقه، صوب لي معها شي كويسات، وانا ان شاء الله غادي نوريهم الموديلات اللي كاينين في البراد. حاليا براد البلدي كنقولوا على الاسم مايسترو، زواقه بلديه، الحجم كبير، كذلك بلا كارونتي ديالو راه متواجد عندنا ب 320 درهم. كاين كذلك الموين ديالو، الثمن ديالو 270 درهم اللي هي 5400 على 6400. كاين كذلك هذا المكور اللي كيجي على تشكيل 320 درهم، الموين ديالو 270 درهم. كاين كذلك القنديل في هذا الموديل، الثمن ديالو 320 درهم الكبير، والموين 270 درهم. كاين كذلك بزاف ديال الموديلات ديال البراد. غنحاولوا دائما مور اللايف غنحطوا لكم التصاور ديال كل، غنحطوا لكم التصويره ديال كل براد باش انتم تشوفوا. وكاين كذلك لاحظوا معايا واحد البريريد اللي جا فيه عدد قليل صغير اللي كيهز 6 كيسان، الثمن ديالو 220 درهم. كاين كذلك في الكري ديالو، كاين كذلك في الكري، فين هو الكري؟ هذا المويا الكري صغير، ما جاش الكري صغير، ما جاش الكري صغير، كاين كري مويا اللي هو شحال هذا 200 درهم، والكبير ديالو 230 درهم، ياك الكبير ديالو هو هذا. ها هو الكبير 230 درهم والمويا 200 درهم. عطى الله بريردات، غادي نحاولوا نشوفوا هاد الحطه هادي. يا سلام لاحظوا معايا، لاحظوا معايا الحطه كي جايه بلديه 100% كويسات. يا سلام برير حتى هو كذلك. يا سلام الصينيه ولا اروع، والثمن كذلك اثمنه جد مناسبه. بالنسبه للصينيه اللي دايره في السوق 900 درهم كنوفرها لكم ب 800 درهم اللي هي 16000 ريال 100% نحاس وكارونتي. البراد اللي كيدير ب 7600 8000 ريال كنوفروه لكم ب 320 درهم اللي هي 6400 زائد لا كارونتي ديالو. وكذلك الكويسات اللي كيديروا 90 درهم 100 درهم في السوق كنحاولوا نوفرهم لكم ب 60 درهم فقط. يعني اثمنه واعره، اثمنه هوته بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم هذا الشيء هذا يجيو يسارعوا. كذلك الحاجه اللي غادي تخليك تخاف ما تشري هذا الشيء هذا وهو لا كارونتي، حنا كنوفروك لا كارونتي، يعني عام عندك لا كارونتي، وقعت اي حاجه ردنا الارتيكل راه كنردوا السلعه وكنعطيكم سلعه جديده. كاين كذلك الموين اللي جا في القنديل الثمن ديالو 200 درهم، كاين كذلك السامبل حتى هو ديالو 200 درهم الناس اللي عزيز عليهم الكري. نحاولوا ندوزوا، كاين كبير عاوتاني في هذا الشكيل 230 درهم، كاين الصغيور 150 درهم، هادو راه فيهم تقريبا عدد قليل في البراد، يعني جبنا حاولنا جبنا لكم موديلات بزاف وقللنا شويه من العدد، يعني الناس اللي غيبغيو شي حاجه يسارعوا ويجيو يستافدوا. غادي ندوزو كذلك مور هادي، غادي ندوزو المكانه اللي الصراحه كانت دايره ب 120 درهم، حاليا راه وفرناها لكم 100 درهم فقط، يعني الصولد زيد الصولد على الصولد. لاحظوا معايا فيها 10 ديال لي موديل، 10 ديال الموديل ديال المكانه. كاين كذلك الموديل ديال المكانه اللي كنا كنوفروا لكم ب 90 درهم، حاليا راه متواجد ب 70 درهم،
حتى هي كذلك فيها 10 ديال لي موضي، كلشي ذهبي، الثمن قلنا 70 درهم. قبل ما ندوزو السلعه ديال فاس اللي مازال ما عطاناش قليب، يعطينا قليب الله يجازيكم بخير، شويه ديال الدعم كذلك، شويه ديال البارطاج. بالنسبه للفاس الصغير الثمن ديالو 60 درهم، الكبار الثمن ديالهم 80 درهم لواحد، الفراقه الصغيره 60 درهم، كذلك الفراقه الموانية على هذا الشكل 80 درهم اللي هي 1600، البونبونيه 1400 ريال فيها جوج الزواقات، كاين الكوكياج وكاين هاد الاناناسه، طويجين بالرجيله 2000 ريال، البونبونيه 50 درهم، الفراقه قلنا 60 درهم، مبخره بالمراش الثمن ديالها 7600 ريال، كاين كذلك المبخره اللي بجوج لي بونبونيه بالبلاطو ديالهم الثمن ديالها 270 درهم، كاين كذلك الكبار 4000 ريال، الفراقه 2800 ريال، كاين كذلك لي فاز الثمن ديالهم 7000 ريال، كاين كذلك هاد العمارات الثمن ديالهم 150 درهم، غنحاول ندوز دغيا دغيا باش نوريكم السلعه اللي كاينه على برا، كاين كذلك هاد الموديل 200 درهم على جوج 200 درهم، كاين كذلك الصينيات عاوتاني تا هو هاد الموديل الصينيه نسيت ما وريتهمكمش بالمرايه، تا هو ثمن فيه خطير واعر، اللي هو شحال سيادنا 4000 ريال، 6000 ريال، 8000 ريال، 10000 ريال، القياس الكبير هو اللي وريتكم لها. ديال 60 سنتيم، 45 سنتيم، 35 سنتيم، و 30 سنتيم، 6000، 8000، 10000، عاودوا لي 10000، 4000، 6000، 8000، 10000، كاين كذلك في الكري، كاين كذلك في الذهبي، هادشي كله راه متواجد بالنسبة للبلاطويات مرايا، كاينين الكبار 130 درهم، كاين كذلك واحد البلاطو اللي الصراحة غبر علينا مدة طويلة، قدرنا نوفره لكم عاوتاني، العدد قليل جدا، 2800 ريال بجوج، بالواحد 60 درهم على 90 درهم، كاين كذلك الأوفال، الثمن ديالو 60 درهم على 90 درهم اللي هي 2800 ريال بالنسبة للكاطو هادو، كاين كذلك هاد لي بلاطو الثمن ديالهم 190 درهم الذهبي والكبير ديالو 230، الصينية الدايرة 200 درهم الأوفال على جوج 140 درهم اللي هي 2800 على 3800، كاين كذلك هاد البلاطو 4000 ريال، غادي ندوزو دابا نشوفو السلعة اللي كاينة على برا. لاحظوا معايا السلعه هذه كلها على برا سلعه واعره، خليكم معنا باش تعرفوا الاثمنه. غادي ندوزوا اول حاجه الكوبا بالرجيله الثمن ديالها 800 ريال، دوز بحال بحال هذيك، كاين كذلك اللي بلا رجيله باليدين حتى هي متواجده 800 ريال الكبار هادو، كاين الطباصل حتى هما فيرزاتشي 800 ريال، لاحظوا معايا 800 ريال، وكاين هذا النوع حتى هو 800 ريال، غادي ندوزو كذلك لي زارتيكل اللي فيهم الصغار، وهي هاد الكوبا بالرجيله 400 ريال متواجده 3 ب 60 درهم، كاين كذلك هاد الموديل هذا، زليفه باليدين 3 ب 60 درهم، كاين كذلك هاد الموديل بالرجيله مخططه الثمن 20 درهم 3 ب 60 درهم، كاينه كذلك هاد الزلافه اللي باليديده حتى هي، هذيك الفيرزاتشي، وكاين هاد الزواقه هادي المرعشه الثمن حتى هي 20 درهم، وكاين هاد الكوبا هادي الثمن حتى هي 20 درهم، بالنسبه للمكانات هادو راه مازالين موديلات اخرين ما وريناهمكمش، كلهم تاهما دوبنا لكم 70 درهم راهم متواجدين، غندوزو كذلك الفراقه بالرجيله الثمن ديالها 35 درهم بلاستيك، يلا شويه ديال البارطاج زيدوا لنا شويه البارطاج باش نوصلوا ان شاء الله 600 واحد. كاين كذلك هذا الموديل هذا الثمن ديالو 30 درهم الدايره، هذه بلا رجيله والفرق، وهذه بالرجيله هذه 35 وهذه 30، كاين كذلك فيها المربعه الثمن ديالها 30 درهم، غادي ندوزو كذلك لهاد الصينيات الصغار 10 دراهم، لاحظوا معايا 10 دراهم، كاين كذلك هذا الموديل 10 دراهم، كاين كذلك هذا الموديل 10 دراهم، غنجيو لهاد الارتيكل هذا حتى هو اللي زواون الثمن ديالو، عطيني الصغاور، حط لي الصغاور وسطو. كاين سيدي الصغير الثمن ديالو 20 درهم، وكاين الموين الثمن ديالو 25 درهم، عطيني الكبير. الكبير هو؟ لا الكبير راهو ديال 30 درهم. لاحظوا معايا هاد السلعه هادي اللي كاينه هنا كلها همزه كلها الثمن فيها مناسب، بالنسبه للكبير هو هذا 30 درهم، قلنا الموين هو هذا 25 درهم، والصغير 20 درهم. يعني هادو كلهم سيرفيس، كاين كذلك الاوفال تا هو 30 درهم، كاين هاد لي موديل هادو 10 دراهم، كاين الاوفال ديال 30 درهم في الابيض، كاين كذلك هاد الموديل 10 دراهم، كاين هاد الكوبا هادي، كاين هاد الفراقه هادي الثمن ديال 260، كاينين الطويجنا تا هما 13 درهم، داك البلاطو تا هو 30 درهم، هاكا هما شد هادي باش ندوز دغيا على داكشي. غادي نحاولوا ندوزو دغيا دغيا لي بلاطو اللي تكون ديال 20 درهم، فيهم الذهبي، فيهم الكحل، وفيهم الابيض اللي مازال ما عطاناش قليب الله يجازيكم بخير، عطينا قليب والاولا الجام باش احنا كذلك تتموتيفيونا وتتخليونا دائما نجيبو ما احسن ما كاين في السوق، وكذلك كل لايف نجيبوكم الجديد. يلا الله يجازيكم بخير، اللي مازال ما بارطاجاش اولا مازال ما عطاش جام يعاود يعطينا جام. كاين كذلك هذا
هاد الكوبي هادي اللي غندير لكم حاليا هاد الثمن اللي ثمن زوين اللي هو 260. كاين كذلك هاد الموديلات دايره 15 درهم وهاد الموديل 25 درهم. كاين هاد الفراقه 13 درهم اللي هي جوج ب 500. السوطه حتى هو مازال متواجد جوج ب 500 اللي هي 260 الوحده. كوبه المسكوته حتى هي متواجده 30 درهم. هاد الموديل كذلك حتى هو 30 درهم متواجد. كاين البلاطو 15 درهم. الفراقه وريتها لهم. كاين كذلك الطواجنات قلنا الثمن ديالهم 260 اللي هما جوج ب 500. كاين كذلك هاد المنظمه ديال الثلاجه 15 درهم والكبيره 20 درهم. يعني الكبيره راه حجم كبير والثمن قلنا 20 درهم. حاليا 611 لواحد اولا 620 واحد اللي حاضر معنا في اللايف. يعني سبعه ديال الفائزين راهم ضمناهم اليوم. يعني حاجه وحده اللي كنبغيو نطلبوا منكم عاوتاني نعاود نطلبها منكم، اللي مازال ما عطاناش قليب يعطينا قليب. الله يجازيكم بخير باش حتى حنا كتموتيفيونا وتخليونا دائما نجيبو لكم احسن ما يكون في السلعه. كاين كذلك هاد الزليفات اللي فيهم بزاف الشكالات ثلاثه ب 20 درهم، فيهم هاد الزواقات كلهم ثلاثة ب 20 درهم، هادو كلهم ثلاثة ب 20 درهم. كاين كذلك الكويسات الذهبيين غنديرو لكم 25 درهم الباكية ستة، الكري حتى هو 25 درهم باكية ستة، وهذا الموديل ديال العنبة المزيانة غنديرو لكم 20 درهم. كاين كذلك هذا الموديل 20 درهم، كاين كذلك هذا الموديل 25 درهم. حاليا الورد هو راه متواجد 260 ريال 13 درهم. يعني غادي ندوزو دابا عمر نيشان، مازال ما شفناش داك الصف كاع بلاطويات دوزتهم دغيا دغيا هادوك، ما سمحوا لينا حيت بزاف السلعه ما غندوزوهاش. بلاطو اللي كان 60 درهم اولا 70 درهم حاليا غنوفروه لكم ب 1000 ريال، جديد ضد الخشب خدمه ميطال. كاين كذلك البلاطو حتى هو اللي كان ب 60 درهم ب 70 درهم وعاود ولا ب 60 درهم حاليا غيعاود يولي ب 1000 ريال، فيه البيض وفيه الكري. كاين كذلك البلاطو ديال الكوير فيه الصغير 30 درهم والكبير والكبير 40 درهم. يعني 30 درهم 30 درهم على 40 درهم. قبل ما غادي ندوزو نكملو راه خصنا حاليا 616 لواحد اللي حاضر. عطيونا لاجام، شحال ديال لاجام عمر واصلين تما؟ حاليا راه حتى حنا دائما كنبغيو نديرو لكم الماكسيموم ديال جهدنا باش نوفرو لكم احسن سلعه. اللي دات انتوما شي شويه 167 جام، 167 جام مقارنه مع 659 الناس اللي حاضرين اولا 655، فرق كبير. يعني اغلبيه ديال الناس ما دايرش جام اللايف، يعني صراحه الله ما عرفتش ما نقول بحال اش اخويا واش ما عرفتش تكون داخل في اللايف. ها انت وانت داخل في اللايف واش خرج هكا من اللايف؟ هاي راه كاينه جام هنايا، هاي تخرج من اللايف واش دير جام؟ يعني خصك تخرج من اللايف عاد دير جام. خرج اسيدي من اللايف ودير جام وعاود رجع اللايف. يعني حاليا يلا باش نعرفوا واش الناس فهموا الطريقه، عاود وريني الطريقه سيدي. دابا انت كتفرج في اللايف، خرج من اللايف كتبرك جيم، كتبرك جيم وكتعاود تدخل اللايف. يعني غنشوفوا دابا العدد ديال الناس واش عرفوا القضيه، عرفوا الطريقه كيفاش يديروا الجيم. ها انتم راه الناس راه كاين اللي ولا دابا راه كاين اللي داتي دار جيم، يعني عاد عرفوا الطريقه. ديك الاولى راه ما محسوباش 209 ديال الناس، راه مازال 400 واحد اللي مازال ما عطيناش جيم. 400 واحد، 400 واحد راه عدد كثير مقارنه مع الناس اللي عطينا جيم. كذلك راه حنا تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة وطول العمر، تبرعنا بعدا بالنظر، الله يجيب الرزق، الله ما وفق. الأخت مالكة مرحبا بك. الحاجة الوحيدة اللي كنطلبوا مقارنة مع هادشي أختي اللي قلتي، وهو شوية ديال البارطاج، شوية ديال الدعم ديالكم بجام وبقليبات، كذلك بلا كومونتير. هاد اللايف هذا صراحة الله فيه عدد كبير ديال الناس متواجدين لايف معنا على المباشر، ولكن راه مقارنة مع العدد اللي متواجد عندنا راه عندنا دعم قليل جدا. الله يجازيكم بخير. الناس اللي مازال اولا اللي كليكاو على جيم يخرج من اللايف ويعاود يكليكي على جيم ويدخل يتفرج باش ندوزو ان شاء الله نيشان المسابقه. قبل ما ندوزو المسابقه راه خصنا على الاقل نوصلوا لهذا العدد هذا اللي فيه دابا الناس اللي جيم. انا درتها، اللي مازال اللي دار جيم يكتب لنا راه حنا درت جيم، واللي مازال ما دارهاش ما يبخلش علينا. دايرين طوب، انا درتها تبارك الله، الله يبارك فيكم. 640 واحد حاضر معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف على هذا الحضور ديالكم. كذلك بغيناكم تكملوها بالدعم ديالكم بلا جيم، الله يجازيكم بخير. يلا يلا اللي مازال ما عطاش جيم، بغيت داك الصف ديال القليبات ولا جيم يطلع ما يوقفش ما يوقفش. راه عندنا سبعه ديال الفائزين اليوم. قبل ما غادي ندوزو غادي نوريكم لي بانيني، نسيت ما وريتهمكمش لي بانيني. كاين الجرانيت الثمن ديالها 4000 ريال، وكاين الاينوكس الثمن ديالها 3800 ريال. بالنسبه للعطريه حتى هي راه متواجده 60 درهم اللي هي 1200 ريال، فيها 12 بياسه. كاين كذلك هذا الموديل 2400، كاين كذلك هذا الموديل 3000 ريال بالزياده، كاين كذلك هذا الموديل 2000 ريال، وكاينه ديال الخشب 3000 ريال، وديال التسعود دايره ب 4000 ريال.
بالنسبه للكويسات اللي كنا وريناكم في اللايفات اللي دازو، راه صراحه الله خدمنا بهم، جاو داوهم لي تريتور. حاليا بقى لنا شي عدد اللي قليل جدا كنبيعوا دابا بالناس للديور. كاين كذلك البلاطو على ثلاثه، الثمن ديالو 2000 ريال، فيه ثلاثه ديال لي كولور، فيه ثلاثه ديال لي كولور، هادو كلهم 2000 ريال. كاين كذلك هاد لي موديل ديال الفراقه، الثمن ديالهم 2000 ريال. كاين الترسيل الكبير 1400 ريال. كاين هاد لي موديل ديال البريزونطوار 2600 ريال الصغير، والكبير اللي من تحت مستطيل داير 3000 ريال. كاين كذلك هاد البلاطو ميطال 800 ريال، الكبير 1000 ريال. كاين كذلك قلنا داك لي بلاطو اللي وريتكم 25 درهم فيهم لي كولور. اشنو عمر مازال ما بغاش يهديهم الله؟ 248. يلا يلا لي جيم راه طالعين، راه الناس خدامين كيصيفطوا. اغلبيه الناس دابا اللي كيصيفطوا لنا اللي كيبركوا على جيم راه فايتهم كليكين عليها، و400 واحد واحد اخر مازال ما جربش كاع يبرك على جيم. 690 واحد. يلا السلعه واعره، الجديد ثم الجديد. ايوب يلا سيادنا، حاليا دابا راه قدرنا ندوزو المهمه كامله في سلام. بقات لنا حاجه وحده اللي بقات لنا مازال ما وصلنالهاش، وهو الدعم ديالكم مازال ما وصلناش. نعاودو نزيدوكم سيادنا واحد المفاجاه، واللي هو راه حنا وصلنا 700 واحد لايف. يعني شحال عمر؟ 8 ديال الفائزين، 8 ديال الفائزين اسيدي. يلا وخصكم تردو لنا شي شويه حتى حنايا عاوتاني هذا الجميل هذا بلي جيم، وان شاء الله باش نعطيو عاوتاني دابا 8 ديال الفائزين اللي غير ربحوا معانا. كلشي ناضي. مريم الله يبارك فيك اختي، تبارك الله ما شاء الله. ارى عمر داك التليفون طلع خويا. نشوف داك التليفون باش ندوز المسابقه، ما حتنا مازال ما وصلناش. راه فرق كبير، لاحظوا معايا لاحظوا معايا لاحظوا معايا شحال العدد ديال الناس تتفرجوا في اللايف وشحال ديال لي جيم، كذلك البارطاج، كذلك لاحظوا معايا 2669 واحد حاضر دابا في اللايف. يلا 669 واحد حاضر معنا في اللايف، لاحظوا لي جيم اللي كاينين. شي غريب والله الا شي غريب. ما بغاش يعطيونا خويا قليبات، ماشي مشكله اخويا، بعدا ما نديرو اجي ندوزو المسابقه. ملك نينا شكرا لكم على مجهوداتكم، شكرا لك اختي كذلك انتوما، شكرا لكم على الحضور ديالكم، كذلك شكرا للناس اللي عطاونا قليب وجيم، كذلك الناس اللي ما بغاش يعطينا قليب وجيم حتى هما شكرا لكم بزاف. انا عملت جيم جيم، وين اغلبيه ديال الناس اختي راه ما داروش جيم. ديما الجديد الله يعطيك الصحه، أواني البركة دايما الجديد. كل ورود أواني البركة، الله يبارك فيك أسيدي رضوان. 701 ديال الناس لايف، 8 ديال الفائزين عندنا. لي جيم والو. السلعة كاينة. الدور ديالكم احنا درنا عليه اللي علينا خويا عمر، جبنا السلعه، جبنا احسن ثمن، وفرنا لكم، وقدرنا نساعدوا نوصلوا السلعه لاي دار فين ما كانت في المغرب. كذلك انتم بقات لكم حاجه وحده، الحضور راكم حاضرين، ما عندي ما يتسالكم، حاجه وحده اللي بقات واللي هي فابور وسهله. شنو هي عمر؟ جيم جيم فابور فابور. والله سنعاود نطلع نشوف، ما دخلت ليش الراس اصاحبي، والله ما دخلت لي الراس، دخلت ليش الراس كاع اصاح. ويلي ها مازال 400 واحد ما عطيش جيم، شد شد التليفون شد. الدعم ما كاينش هاد اللايف هذا خويا، راه ما كنتوقفوش على الجيم. امل ماشي اختي راه ماشي زعبه، ماشي راه ماشي عليكم، كاين الناس اللي دايرين جيم. راه قلت لك اغلبيه الناس راه الا لاحظتي واحد المنشور حطيناه البارح، حطينا واحد المنشور وقلنا بانه 92% من الناس اللي تيتفرجوا في اللايف ديالنا ما دايرينش جيم الصفحه، ماشي ابونينش.
وشمتي حنا بغينا كل شيء اللي كيدخل اولا اللي عنده غرض باللايفات ديالنا ما يخسر علينا والو غيشجعنا فقط بابوني وجيم هادشي اللي كنطلبوا من الناس باش كذلك حتى حنايا كتبقاو كنبقاو ديما محفزين لايفات اخرين فوقاش يجي الخميس نديروا اللايف ما باش ما بقاش يجي الخميس حنا نوليو نتهربوا من اللايف بالعكس حنا حاليا بغينا في كل خميس نديروا لكم اللايف وكذلك ندير لكم احسن سلعب احسن ثمن واللي علينا راه حنا دائما كنحاولوا نديروه كذلك كيف نتوما الله يرحم والدي راكم كتخدموا معنا خدمه صراحه الله مزيانه ولاني كاينين واحد الفئه ديال الناس اللي صراحه ما كيبغيوش ماشي ما كيبغيوش ما نعرف ما عندي ما نقولوا صافي جيم واش كتجي ثقيله ولا ما نعرف لا ابوني غير كيدوزو مرور الكرام كيتفرجوا ويسالاو ويدوزو عمر الله يعاون الله يعاون حنا بغينا هادوك الناس يتابوناو معنا في الصفحه ويوليو كذلك زبناء اوفياء ويتفرجوا في كاع اللايفات ديالنا وكذلك يتعاونوا معنا بلا جيم دائما باش كذلك اللايف ما حدو كيطلع وما حد حنا كتجينا الموتيفاسيون باش نزيدو نبقاو دائما كنزيدو لقدام ما نرجعوش من اللور ارا خويا ندوز ارا دير اخويا نشوفو دير نتايا شحال دابا شحال واحد 8 ديال الناس 8 ديال الناس والصراحة الله مقارنة مع لي جيم لي جيم طايحين بزاف راه انت كتشوف راك الطاعرة الناس كيديروا لي جيم وين راه اللي كيديروهم هي اللي فايتين اللي معاودين دايرين واللي كاينين بزاف ديال الناس نعاودو نذكرهم الطريقة كيفاش سهلة ورينا عمر كيفاش كتفرج في اللايف دير جيم اسيدي هنا دير بعدا الاولى جيم تما دير جيم تما عاود خرج من اللايف وسيل هنا ودير جيم وعاود دخل اللايف سهله سهله جدا صافي هادشي اللي غادي دير سهله شحال دابا وصلنا 300 راه دوز اخويا دوز تيتزادو بالربح دوز راه الا بقينا ها اكتبوا لي كومونتير واخا نعطيكم واحد الدقيقه باش كلشي يحاول يشارك بالكومونتير نعاودو نذكركم بالكومونتير وهو كلمه وحده راه ما دايزاش اخت رياض مريم الطوب راه ما دايزاش اقل حاجه جوج كلمات كذلك دير ايموجي اولا شي وجه اولا كجيم ولا هذيك راه ما دايزاش يعني جوج كلمات على الاقل الواحد لا جات فيه جوج خطرات في هذا اللايف هذا راه ما كدوش يعني كيعطي فرصه لاخرى الواحد يعني كيربح ربحه وحده هو وكذلك الناس اللي ربحوا في اللايف اللي دازوا جاتهم القرعه هذه النوبه هذه راه ممكن يربحوا يعني ضرب طيح حاجه وحده هي ما تجيش فيك جوج خطرات في اللايف يعني خصك تعطي فرصه لواحد اخر يلا سيدي دوز دابا ورينا اول متسابق واللي غادي يكون شكون سيدي واحد جوج ثلاثه يا اخ مريم عاد هضرت عليها بطوب اللهم بارك اللهم بارك ماشي هي اللي هضرت معاها لا الاخت مريم راه كاين انت الفائزه الاولى بقسيمه شراء ديال 100 درهم يعني كنتي داخل يمكن تجي تستافدي بالامانه ديالك وقتاش اللي جيتي تجي تستافدي من القسيمه ديالك كنتي خارج مكناس وعندك شي واحد من العائله يكفي تصيفطي له السكرين ديال الوقت اللي ربحتي فيه والسكرين ديال الكونت ديالك ويجي تقداك امانه كذلك كنت غادي تجي لمكناس واحد النهار راه الامانه ديالك كتبقى دائما كتساينك اول متسابق واللي كانت هي مريم اول فائزه ندوزو لثاني فائز واللي غادي يكون من حد شكون يلا سيدي واحد ادور بزربه بزربه باش ما يبان لا انا لا انت سير واحد جوج ثلاثه فاتي فاطمه الزهراء اخت فاطمه الزهراء الزهراء راه كنتي الفائزه الثانيه بقسيمه شراء ديال 100 درهم الوقت اللي جيتي اختي راها متاحه لك يعني تشري بها اللي بغيتي كانت شي حاجه اكثر من 100 درهم كتزيديه الفرق اللي فوق 100 درهم غادي ندوزو سيدي عاوتاني كذلك ارى لي نشوفو الفائز الثالث حسب معايا راه ما كنعرف هذا الثالث حسب معايا انت باش ما ندوخوش انت غدير 8 وانا غادي ندير 8 انت دير 4 وانا ندير 4 صح حنا 16 لواحد دابا 3 اجي راك معوج التليفون دور عندنا دابا انت درتي 3 يلاه سيدي نعطيهم واحد الدقيقة فين يعاودو يتبدلوا لي كومونتير قبل ما غادي ندوزو نشوفو تبدل لي كومونتير ما تحبسوش من لي جيم ما تحبسوش من لي جيم والبارطاج حتى لي كومونتير ما كاينينش بزاف ما بالعكس لايفات وحده اخرين لايفات وحده اخرين عمر بحال دابا نرجع نشوف نوريك واحد اللايف كان سيدي اللايف اللي قبل ما كانش فيه بزاف الناس حاضرين وين لاحظوا لي جيم ها هو بحال دابا هذا هذا اللايف هذا كنا درنا فيه ثلاثه الناس اللي ربحوا يعني 200 واحد اللي كان حاضر معنا في اللايف لاحظوا معايا 661 جيم
6137 كومونتير، 419 البارطاج، 15000 فيو. هذا لايف كانوا حاضرين فيه 200 واحد اللي كان حاضر، ثلاثه ديال الفائزين اللي كانوا. هذا اللايف حنا دابا اللي حاضرين فيه 700 والزياده، لاحظوا معايا 360 جام، 3198 كومونتير، 101 البارطاج. البارطاج راه عاد زاد دابا، زادت بواحد قدروا واحد القدر ديال 60 بارطاج، شكرا لكم بزاف. لي جيم اللي كيتزادوا بواحد السرعه قليله وتيره ضعيفه. اجي اخويا عمر نشوفوا الفائز الرابع ياك. ها لا الزهره ومريم جوج، دابا عندنا نديروا الثالث. شي دوزو في الكومونتير ما عادش يطلع. عادش يطلع وانا معاش مشاو بعدا باش يطلعوا. تخرجي ها الا خرجتي تمشيو، باش ما نعاودوش نخرجوا وما نعاودوش نضيعوا لي كومونتير. ما عليكم بلي جيم، وراكم عارفين القانون. يلا سيدي، واحد جوج ثلاثة مشاش كيسار، واحد جوج ثلاثة امل اس سامري. امل اخت امل راكي انت الفائزه الثالثه معنا، قاسمه شراء ديال 100 درهم، يعني راه خصك تواصلي معنا عبر الواتساب باش تجي دي الامانه ديالك. دوز سيدي عطينا الرابع. انا عمر خصنا تحيد هذه، هذه حيده صافي هكا دابا باش تبقى مرتاح. واحد جوج ثلاثه كويش الكرش، الكرش ام يحيى. الاخت ام يحيى هي الفائزه الرابعه، يعني تشد التليفون اسيدي نتايا وغادي تعطيني انايا نشوف الفائزين. ها انت نعطيهم فرصه فين يكتبوا لي كومونتير. معكم السلام ورحمه الله، شريفه بخير كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. لا هادوك هما اللي كانوا. ها اجي سيدي وريني 300. ها 260 درنا دابا في هذا اللايف، هذا راه عاد 300. يلا سيدي، واحد جوج، واخا نعطيك النمره. واحد جوج شنو ما كنهبط لتحت بعدا. واحد واخا جا صافي صافي، شوف فيا شوف فيا في التليفون صافي، خلاش شوف فيا في التليفون باش تفهم. جوج ثلاثة شنو مال هاد التليفون اصاحبي؟ تليفون اخت جميلة، انت هي الفائزة الخامسة. خمسة تواصلي معنا عبر الواتساب. ندوزو عاوتاني الفائزة ولا الفائز اللي غيكون ست. يلا يلا دوز دوز شوية شوية، يلا دوز شوية لي كومونتير لي كومونتير. بسم الله ما شاء الله. الأخت مليكة ها انت بحال دابا هاد الجملة اللي هي باش تشاركي معنا، ما تشاركيش معنا بهاد القليب حيت كيدي بارتية كبيرة من لي كومونتير، واش فهمتي؟ يعني كتاخدي واحد المساحة كبيرة، يعني غادي تجي فيك اكثر من الناس واحد اخرين، يعني كوني بحالك تكون شي شويه ديال الشفافيه بحالك بحال الناس، يعني تاخذي السطير ديالك. شتي بحال دابا كنتي القليب تقدر تجي في القليب. ولا سير. واحد جوج ثلاثة فاتي بعزيز. اخت فاتي بعزيز هي دابا الفائزه السابعة. انا شحال درت؟ انا درت جوج دابا. جوج هي سبعة. ستة. خمسة ستة. بقاو دابا جوج ديال الفائزين. يلا سيدنا واحد واحد تبلوكا ثلاثة كنا خلطو باش ما يبانش انايا بلي كتعزل السميه ولا. ام ابراهيم اخت ام ابراهيم راه انت الفائزه معنا. فين هي ام ابراهيم؟ راه دخلات دابا وخرجتها. هي هذه هي السابعه دابا. ام ابراهيم، ام ابراهيم انت الفائزه السابعه معنا، يعني بقى فائز واحد. قبل ما غادي نشوفوا هذا الفائز واحد نعاودوا نديروا القضيه ديال لي جيم 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 لي جيم. قليبات 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 لي جيم لي جيم. عطيونا لا جيم. يلا يلا قليبات، اللي عطانا جيم يدوز القليب يعطينا قليب. يلا كذلك لا جيم قليبات. يلا يلا بغينا نديروا حمله باش نوصلوا لهذاك اللايف اكبر عدد ممكن، كذلك باش يكون فيه احسن
الدعم ديالكم باش حتى حنا كذلك تناخذوا واحد المراتب ديال ماشي في لايفات ولكن كتبقى انت كتعطي راسك كتعطي راسك واحد المرتبه اولا الناس اللي كيعطيوك ديك المرتبه بلا جيم بالبارطاج بالعدد ديال الدعم ديالكم اللي كيدعمونا لان دابا بقى اخر واحد ياك واحد جوج انت مالك اصاحبي هاد لي تطلع لي هادي ديال لي زيطوال واحد جوج تطلع لي هادي ديال ست مرات لا حول ولا قوة إلا بالله صح تمرضنا هذيك اللعبة ديال لي زيطوال واحد أم طه على سلامتك عرفتي شحال وحنا تنضربوا باش جات فيك انت يا زهرك أم طه انت الفائزة الثامنة معانا راك ربحتي معانا قسيمة شراء ديال 100 درهم هاد الناس الثمانية كاملين اللي ربحوا معانا بصحتكم وراحتكم كذلك الناس اللي ما ربحوش معانا إن شاء الله مازال لايفات وحدة أخرين غتربحوا معانا لايف نحت دائما أواني البركة كيديروا لايفات يعني دائما كاينين الفائزين 399 ديال لا جيم صراحة الله عدد غير مقنع يعني بغيناكم الله يجازيكم بخير تزيدوا تكملوا معانا هاد 399 وتوصلوا أغلى أقل حاجة خاصها توصل نفس العدد الناس اللي كانوا حاضرين معانا في اللايف 700 هذه كاع هذه اقل حاجه حيت راه مازال الناس واحد اخرين تيكونوا ما حضروش معنا في اللايف كيتفرجوا من بعد يلا سيادنا الى هنا اختتم اللايف ديال اليوم ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر قبل ما نسالي نعاودو نذكركم موقع المحل المحل متواجد في مدينه السكاكين مدينه مكناس بالضبط الهديم السكاكين فاش تجي السكاكين كتسوي على كاش بلس والبنك الشعبي كاش بلس جديده والبنك الشعبي حنا راه لاصقين عليهم ما عليكم تسولوا بمحل اواني البركه المحل راه فيه جوج ديال البيبان يعني راه باين جوج البيبان والمحل صغير ماشي شي حاجه اللي كبيره كذلك قدامنا واحد مول الكوكوطات وقدامنا واحد السيد كيبيع البزاطم يعني وحدايا السيد كيبيع الميكات ديال الطبله يعني راه النعس راه باين وواضح بغيناكم الله يجازيكم بخير قبل ما تخرجوا كذلك شمش الاخت شمس راه فايته ربحتي معايا مازال عاقل على السميه ديالك وانا كاع ما ربحت ماشي مشكل فايته ربحتي ماشي مشكل قلت لك قلت لكم المحل راه باين نعس باين يعني ما عليك تجي تسول على المحل اواني البركه كاينين محلات واحد اخرين هنا في السكاكين يعني ما كان الناس اغلبيه الناس كيهضروا معايا تيقول لك راه جيت تقديت من عندكم ما لقيتش نفس الثمن راك الا جيتي المحل اواني البركه ودخلتي راك كتشري بنفس الثمن اللايف دخلتي المحل اخر راك عارفه حنا غير مسؤولين يعني ضروري ما تسول على محل واش محل اواني البركه كذلك سنتيه بلا ما تسول كترد البال هي لجوج بيبان جوج بيبان والمحل مكتوب فيه الفوق اواني البركه كذلك هذا الورد طبلة هذا الورد حتى هي راه كتعطي واحد باين يعني تردي لها البال الورد الطبله ديال الورد كاين كذلك الطبله اللي دايرين حنا راه دايرينها على براكايا وفروقه جوج بيبان الى هنا نختتم اللايف ديال اليوم شكرا لكم بزاف كذلك شكرا بزاف للناس اللي عطاونا جيم كذلك شكرا الناس اللي ما عطاوناش جيم حتى هما شكرا لكم بزاف وان شاء الله في لايفات اخرين نحاولوا نقنعكم باش ديروا لي جيم يلا الله يعاونكم